ستادي لمصطلح الفتوحات الإسلامية كثيرا من المؤرخين والفلاسفة، فهم لا يرون في المصطلح سوى تجميلا لكلمة الاحتلال، وأن القائلين إنها فتوحات يحاولون تجميلها بالبحث عن أسباب إنسانية وأخلاقية تبرر هذه الغزوات. فلا يوجد على مر التاريخ في كتبنا ذكر أن الأمم المغلوبة والمفتوحة استقبلت الغزاة والفاتحين المسلمين بالورود هربا من نور المحتل الروماني. فقد قال المؤرخ الشهير أرنولد توينبي: كان شر الفاتح العربي في الإمبراطورية الرومانية الشرقية أقل من شر أي جابي للضرائب أو تاجر مستغل. أمرنا الإسلام بعبور البحر لمحاربة النصارى، إذا هذا ليس غزو الإسلام، هنالك غزو العرب. يعني الفتوحات هذه من فتوحات إسلامية؟ هذه فتوحات عربية؟ فتوحات عربية. أمرنا الإسلام بعبور البحر لمحاربة النصارى، إذا هذا ليس غزو الإسلام، هنالك غزو العرب. يعني الفتوحات هذه من فتوحات إسلامية؟ هذه فتوحات عربية؟ فتوحات عربية، وكانت نكسة على الإسلام. هم ينظرون إليها أنه هذا التوسع هو ذروة الانتشار الحضارة الإسلامية. الإسلام ليس توسع، الإسلام بلاغ، رسالة. بلغني الإسلام ودعه يسرج الإيمان الذي تسعه نفسي، لا تبلغني إيمانك. ما يحتاج تشيل سيف من دمشق وتروح تحارب وتحارب عباد لله لا نعلمهم، الله يعلمهم، هم أخصهم وموضح. تشيل سيف من دمشق وتروح تحارب وتحارب عباد لله لا نعلمهم، الله يعلمهم، هم أخصهم وموضح. إنه لا يجوز أن نعتدي على من لا يعتدي علينا، هذا إن كان مشركاً، فما بالك إذا كان نصرانياً. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما قالش إن أكرههم على الإسلام. فالفتوحات الإسلامية مخالفة لنصوص قرآنية ندرسها في الأزهر بكل الفخر، ولي الفخر أنا بقى أني تسببت في تغيير منهج الأزهر. والفتوحات الإسلامية دائمة في اتجاه الشمال، ويحصل إيه بقى؟ القتل الرجال، سبي النساء ووطئهن، لازم وطئهن، وبيع الأولاد والأطفال والنساء في أسواق النخاسة، ده إسلام؟ طيب ولا 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 شغل عصابات. مصطلح الفتح موجود في القرآن الكريم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حيث كانت هذه الآية مناسبة في فتح مكة، والمعلوم أن الفتح كان مسابق لعدم رفع السيف، يعني ما استعمل فيه خيل ولا سيف، وإنما كان بفتحا سلميا، هذا صح التعبير، من جهة مجيئه إلى مكة. والفتح كذلك كما تفضلت في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. نفس المناسبة، مناسبة فتح مكة، كانت هذه الآيات الكريمة. هذا يعطينا فكرة بأن الفتح في الإسلام، أو ما كان الفتح في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، مسابقا للسيف، بل كان سلمية بدون استعمال السيف على الإطلاق. فما استعمل فيه السيف ربما يقال عنه شيء آخر، لا يقال عنه فتح. لا مشاحة في الاصطلاح والنقاش، ليس من دأب الرجال النقاش في المثال. ما دام اصطلحوا على هذا الفتح فليكن، لا نريد أن نناقش المصطلح. ما يسمى بحرب الردة على الإسلام، أو ما اعتبره الخلفاء ردة، فاستعملت هذه اللفظة. وبشكل واضح أو أكبر استعملت في عصر الخليفة الثاني. الأندلس، فتح الأندلس فتح إسلامي بحت، ولذلك القائد من هو؟ من هو؟ طارق بن زياد.
هل طارق بن زياد عربي؟ كان بربريا يعني من القبائل البربرية في شمال أفريقيا. هو اللي دخل بجيش المسلمين الأندلس، لكن المنطقة في شمال أفريقيا كانت مستهدفة في من الرومان ومستهدفة أيضا من الآخرين، والقوط وصلوا إلى الأندلس أو إلى أسبانيا. والقوط فين كانوا؟ في المناطق الإسكندنافية. ولذلك لما ضم العرب أو المسلمين ضموا الأندلس إلى أملاك الدولة الإسلامية في فترة الدولة الأموية عام 92 هجرية، كانت يعني تعتبر فتحا إسلاميا وليس عربيا. تشوف أنه فتح إسلامي وليس عربي. نعم، وليس عربي، حتى لو كانت الدولة الأموية دولة عربية. مالك وأبو حنيفة وأحمد باستثناء الشافعي طبعا، والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وفقهاء الشام، الجماهير قالوا لا يقاتل الكافر لكفره وإنما لحرابه، وإنما لحرابه. كيف يمكن إذن أن نفسر ذهاب الجماهير أنفسهم إلى وجوب القتال، قتال الفتح؟ صحيح؟ أنتم تقولون الناس لا يقاتلون لأجل أنهم كفار، طب من أين لكم أنكم بررتم إيه الفتح هذا؟ قسمتم الجهاد إلى جهاد طلب وجهاد إيه دفع، وقلتم بجهاد إيه الطلب، هذا جهاد الفتح يعني. كيف هذا يتناقض؟ لا ينبغي أن نبدأ هؤلاء ما لم يبدأونا، من أين لكم هذا؟ هذا تناقض كبير. طرحه بطريقة مسمومة مغلوطة، وكأن الهدف استئصال شأفة الفكرة الإسلامية نفسها. ما تركوا رمزا إلا وحاولوا أن يضربوه، وما تركوا مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي إلا وحاولوا أن يضببوها بالأدخنة والضباب، أو أن يلوثوها بالأوحال، لتظل مراحل التاريخ الإسلامي تظل مضببة في ضمائر الناس ووعيهم، ويظل تاريخ النبل والفروسية والبحث عن مجد الإنسان وكرامته يظل مجرد نوع من قطع الطريق أو الإغارة على القوافل، كما حاولوا أن يصوروا فتوحات المسلمين وكأنها عمليات حربية يقوم بها بعض قطاع الطرق للإغارة على القوافل وأخذ البضائع. هم يحاولون أن يعروا واقع الفتوح الإسلامية من صفته الأخلاقية.